والآن متابعة لأخبار الأرصاد والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة تستعرضها لنا من جديد ميرنا إيهاب. شكراً لكما مصطفى وإلهام، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22، الأسكندرية 28-19، مطروح 26-18، بورسعيد 28-20، والإسماعيلية 33-21. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 21، العريش 29-20، طابة 29-20، وشرم الشيخ 35-24، والغردقة 35-24. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 25، أسوان 39-26، الوادي الجديد 35-26، شلاتين 33-25، وأخيرا حلايب العظمى 33 درجة والصغرى 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.